هي رهانات كبيرة وقوية، تحديات جد كبيرة نظرا للظرفية الحالية التي يعيشها العالم. لا ننسى أننا إحنا يلا خرجنا من مرحلة كوفيد ودخلنا في مرحلة حرب تقريبا دولية. لا ننسى أننا أيضا نعيش مرحلة جفاف جد يعني متميزة وصعبة. لا ننسى واحد العدد من العوامل اللي عندها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى الاقتصاد المحلي، وبطبيعة الحال مباشرة على ما يسمى بلو بوفوار داشا، أي قدرة الشراء عند المواطنات والمواطنين. وبالتالي في ظل هذه الظرفية الجد صعبة وكيف ما قلت المتعلقة بعوامل خارجية، نعتبر أن للحكومة وللحزب حصيلة جد إيجابية، حيث أن هناك اشتغال يعني ومجهودات كبيرة اللي قام بها الحزب واللي قامت بها الحكومة خصوصا اليوم في عدد من المجالات. لا ننسى أن هناك الحمد لله اليوم تنزيل للتغطية الصحية التي أرادها صاحب الجلالة نصره الله لجميع المغاربة، وبدأنا في هذه التنزيل وكنشوفوا اليوم الأثر الجد الإيجابي والمباشر على المواطن بالنسبة لهذا التنزيل. شفنا عدد من يعني الشواهد أو شهادات ديال المواطنات والمواطنين في جميع ربوع المملكة على الإيجابية والأثر الإيجابي الكبير لهذه التغطية الصحية على حياتهم اليومية. شفنا أيضا تدخلات كبيرة للحكومة اليوم من أجل خلق فرص الشغل، برامج واعدة كبرنامج أوراش أو برنامج فرصة. شفنا أيضا لقاءات وأيضا يعني تواصل كبير واتفاقات مميزة مع نقابات في التعليم، وأيضا تحسين واحد العدد يعني تجاوب جد إيجابي في عدد من المتطلبات. واليوم كنشوفوا أيضا أن الحكومة تواجه وبشجاعة ظاهرة أو مشكل ارتفاع الأسعار اللي هو كيمس بطريقة بطبيعة الحال مباشرة المواطن. شفنا واحد العدد اليوم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وغادي تكون غالبا إجراءات أخرى سوف تتخذها الحكومة. هناك تتبع مباشر من طرف السلطات المحلية والمركزية لهذا الوضع، وبالتالي هذا هدف حد ذاته بالنسبة لنا شيء إيجابي، لأن هناك تفاعل، هناك تواصل، هناك استماع، وهناك تدخلات مهمة للحكومة في هذه المشاكل اليومية.